ما زلنا مع حضراتكم. أنا عارفة الجميع بيتابع مباراة منتخب مصر والسودان في الكاميرون، ومصر متقدمة حتى هذه اللحظة 1-0. نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخبنا، وحنتابع معاكم طول الوقت في التاسعة. هنروح الآن للخبر ده. خلينا كده نحكي الحكاية دي. إحنا عارفين إنه تداعيات كورونا على الصحة فيها جدل كبير، وكمان تداعيات مختلفة آخرها بعد إصابة النجم النادي الأهلي المغربي بدر بنون بفيروس كورونا. الجماهير توقعت يعني عودته سريعا، لكن الأطباء الحقيقة اكتشفوا إصابته بالتهابات في القلب، وتستوجب طبعا هذه الإصابة راحة لمدة شهر. الحقيقة بدر بنون كمان كان من يعني لاعب يعني ليه مستوى كبير في العالم، والسؤال هنا هل تؤثر كورونا بالفعل على عضلة القلب؟ والناس الحقيقة عايزة تعرف يعني هل هي ليها تأثير على عضلة القلب؟ خلينا نعرف ده من خلال طبعا هذه المداخلة مع دكتور رمضان غالب، رئيس قسم القلب مستشفى أسوان الجامعي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني لانه في تداعيات لكورونا، وفي طبعا يعني كلام كتير وفي جدل كتير، فالحال الخاص بتاع اللاعب بدر بنوب كل الناس الحقيقه بتعلق، هل ده ممكن يكون يعني كورونا اصابت عضله القلب؟ برضو نعرف يعني الراي الطبي بيقول ايه. اتفضل. اولا اسمح لي لحضرتك يعني اقدم خالص التعازي لحضرتك والتلفزيون المصري والاعلام العربي في وفاه الاستاذ وائل البراشي. طبعا الله واسع رحمته. اشكر حضرتك جدا. وله فسيح جنته ان شاء الله. أكيد. اولا حضرتك يعني مرض الكورونا يعني انا لي اعتراض على ان هو يسمى مرض تنفسي، لانه المرض ده بيصاب جميع اعضاء الجسم. تمام. ومنهم طبعا اهم حاجه مرض القلب، ونسبه كبيره من المتعافين من مرض كورونا ممكن حضرتك يكون عندهم مضاعفات للقلب. تمام. وخاصه الناس اللي هم يكون عندهم مشاكل للقلب قبل الاصابه. تمام. ولذلك احنا يعني التطعيم بنقول دايما ايه ذوي الامراض المزمنه وخاصه امراض القلب والشرايين لازم دول نديهم التطعيم بسرعه علشان حمايه ليهم من خطر الاصابه والمضاعفات اللي ممكن تحصل بعد كده. تمام. ولكن الناس اللي بنشوفها بعد التعافي من كورونا بيكون فعلا عندهم مضاعفات في مرض القلب. والمضاعفات دي حضرتك مش بتقتصر على كبار السن فقط، ولكن لا في بعض الاطفال بيصابوا بحاجه بمرض خطير جدا اسمه التهابات الاوعيه الدمويه، او بنسميه لايك كواساكي ديزيز. أيوة. وده مرض نادر بيظهر، كان ظهر في بعض الاطفال في اليابان، وظهر في بعض الحالات اتسجلت في مصر وفي فرنسا وفي ايطاليا اللي هي كان عندها بعض الاصابات الخطيره في الاطفال، وكان بيحصل لهم حاجه اسمها التهابات حاده في الاوعيه الدمويه. ولو تم اكتشاف المرض ده بدري مع بعض الاصابه بكورونا بيتم علاجهم بسهوله وبيسر. دي بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار طبعا بيكون اهم مضاعفات عندنا هي التهابات عضله القلب، وبنسميها فايرال مايكارديتس، اللي هي اصابه في عضله القلب نتيجه الكورونا فيروس، ودي الحالات اللي احنا ممكن نشوفها مع بعد التعافي من هذه المرض. فالتهاب عضله القلب ده وارد طبعا، طبعا حضرتك وارد ان هو يكون كجزء من المضاعفات اللي هي ممكن نشوفها بعد الاصابه بعضلات القلب. ولو تسمحي لي حضرتك ان في بعض الملاحظات اللي ممكن المريض. طيب. اتفضلي. تمام يا دكتور، يعني يمكن برضو اسمح لي ببعض التساؤلات اللي الناس هتبقى بتسالها طول الوقت. هل ده ليه علاقه مثلا لو انا شخص مثلا مدخن، هل هي هو ليه علاقه بالتدخين فبالتالي لما تعرضت لفيروس كورونا فتمت الاصابه يعني عضله القلب تاثرت؟ هل ليه علاقه برضو لو انا شخص عندي يعني ضغط او يعني ارتفاع في الضغط، حد عنده اي شيء مزمن، يعني هل ده ليه علاقه بالاشياء دي ولا ممكن من غير اي علاقه بهذه الاشياء؟ اولا حضرتك ممكن يعني وجود حضرتك الحاجات اللي قلتيها التدخين والضغط والسكر هو بيزيد من نسبه الاصابه بالتهاب عضله القلب والتهابات الشرايين اكتر من الاشخاص العاديه. ليه؟ تمام. لان التدخين والسكر والضغط بيعمل حاجه اسمها زياده في نسبه التخثر والتجلط بتاع مرض الدم. اللي هو مرض الكورونا اساسا بيزود نسبه التخثر والتجلط في مرض الدم، فبيزود نزوجه الدم، فبيدي فرصه اكبر ان ممكن يحصل عندي جلطه في الشريان الساجي او جلطه في الشريان الرئوي او اضطراب في عضله القلب او تضخم اللي احنا بنقول عليه تضخم في عضله القلب ما بعد الاصابه بالكورونا. لانه احيانا التدخين بنعرف بيسد الشرايين زي بالزبط. الناس مثلا بيبقى عندها دعامات بالزبط. مثلا فبيسد الشرايين فممكن يؤثر يعني. بالظبط يا فندم، لانه بيعمل زياده في لزوجه الدم، يعني حضرتك لما تلاقي واحد مدخن وزاعه تلاقي وشه بدل ما هو احمر ازرق،
ليه؟ علشان في زياده في نسبه ايه؟ اللزوجه ونقص في الاكسجين، فبيساعد على تجلط الدم. طيب مرض الكورونا زي ما احنا عارفين ان هو بيسبب تجلطات، والتجلطات دي ممكن تصيب الشريان الرئوي او الشريان التاجي، او تعمل تضخم في عضله القلب وهبوط في عضله القلب. ومن فضل ربنا ان الهبوط ده بيحصل له ريكفري، ان هو ممكن يرجع للطبيعي من خلال من 3 لـ6 شهور بعد ما بناخد العلاج بتاع هبوط عضله القلب. ولو تسمحي لي حضرتك يعني لو الوقت يعني خلينا بس خلينا نقف هنا مع حضرتك. اذا لو عضله القلب مثلا يعني اصيبت من الكورونا او تداعيات كورونا زي ما بيقولوا عليها بوست كوفيد، يعني ده لو حصل ففي ادويه ممكن ترجع كفاءه العضله تاني زي ما كانت. فاذا اللاعب بدر بنوب ده زي ما الاطباء نصحوا انه لا لسه قدامه شهر، فواضح انه الشهر ده هو نوع من انواع النقاهه والعوده تاني، انه يعني عضلة القلب ترجع يعني بنفس إمكانياتها يعني بقوتها. تمام. طيب حضرتك عايز تقول ايه؟ كان في بعض العلامات بس، يعني ارجو ان الناس مثلا تبقى في دماغنا لو احنا حسينا ببعض الاعراض بوست كوفيد او يعني في نهايه التريتمنت بتاع الكوفيد، ان احنا نتوجه لفحص موضوع القلب. الارهاق الشديد والم الصدر اللي هو زياده عن اللزوم، يعني انا ابتديت اتعافى من كورونا ومع ذلك برضه لما امشي بنهج او حاسس ان في الم شديد في صدري. الحاجة الثانية ان انا ممكن لو لقيت مثلا ان في عندي نقص الاكسجين مش راضي يتحسن، يبقى لازم ادور على دكتور قلب، ان نقص الاكسجين ده هيأثر. يعني حضرتك بتنصح انه لو انا كنت مريض كورونا لازم اتابع نفسي تماما، يعني ما استسلمش، حسيت بألم في الصدر، نهجان، اي شيء، لازم اعاود الطبيب بتاعي سريعا يعني. وخاصة بالحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، ألم الصدر، زيادة في ضربات القلب، حدوث خفقان، ألم متكرر بالصدر، لازم أراجع دكتور قلب وأعمل رسم قلب وأعمل أشعة التوزيعية على القلب عشان أتأكد إن مفيش مضاعفات للكورونا. طيب رسم القلب والأشعة على الصدر، يعني في ناس أول ما بيعرفوا عندهم كورونا حتى من قبل ما يعملوا المسحة، أحياناً الناس بتعمل الـ يعني الأشعة حتى أحياناً قبل المسحة عشان يطمن على صدره. حضرتك بتنصح بعد انتهاء كورونا يبقى في تاني رسم قلب ويبقى في تاني اشعه تانيه؟ اشعه تلفزيونيه على القلب، على القلب بالذات اللي هو الايكو اللي احنا بنشوف بيه علشان نطمن على عضله القلب، ورسم القلب بنطمن بيه على الشرايين التاجيه اللي هي ممكن قد تصاب ما بعد التعافي من الكورونا ان شاء الله. تمام. دكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب مستشفى اسوان الجامعي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.